طيب وكيف عم تدبري حالك؟ الله بيعلم كيف عايشة، أيام بياكلوا أيام لا. يعني وضع بالمرة، بس أنا بتروح على صبح على المحل ما بتلاقي غرض، وإذا لقيت الغرض حقه دبل، إذا كان حقه 1000 حقه 2000 و3000، يعني كيف العالم بدها تعيش ما حدا بيعرف. مرة من فترة دلتني 11 يوم بلا هوس. شو كنتوا تاكلوا؟ زعتر كان عندي. رحمة قبل ما عم بكذب كلمة 11 يوم دلتني طعميهم زعتر صبح ظهر عشية. إذا مرض الولد وين بتروحي؟ بالبيت لحتى الله يعطيك. بالبيت ما بروح ما بياخذهم. عم بتسوقوا إيديكم إذا طلعوا دايك الجلي عندي ما عندي دواء جلي، ما معي مصاري.